مرحبا بكم مجددا. أقر مجلس النواب قانون الانتخابات التشريعية الجديد بعد التصويت على فقراته بالكامل، في حين أبدى النواب الكرد اعتراضا شديدا على البند الأول من المادة 15 والتي تنص على تقسيم الدوائر الانتخابية إلى دوائر متعددة على أساس دائرة انتخابية واحدة لكل قضاء. وبعد أيام من الخلافات المشتعلة بين الكتل السياسية أدت إلى تأجيل التصويت على المادة 15، فضلا عن رفع الجلسة لأكثر من مرة بسبب اختلال النصاب القانوني. بعد أيام على ذلك حصل المقترح السادس من المادة 15 على موافقة أغلبية الأعضاء، والذي ينص على أن يكون الترشيح فرديا بنسبة 100% واحتساب كل قضاء في دائرة انتخابية، فضلا عن فوز المرشح الحاصل على أكثر عدد من الأصوات. النائب أحمد الجربة، المادة نقطة نظام أحمد الجربة. نعم، نصاب الجلسة 177. النصاب الآن 177. شكرا سيادة الرئيس. نعم سيادة الرئيس، نفس المادة 36 من نظام الداخل اللي ذكرت من دكتور عمار، أريد عد دقيق للنصاب الموجود حاليا. لا يجوز الطعن مقدما، أصل الأمور الإباحة، من لديه اعتراض لم يحصل التصويت لحتى هذه اللحظة سيادة الرئيس، فلا يجوز التشكيك في أعضاء مجلس النواب المصوتين، ولا يجوز التشكيك في المقررين، ولا التشكيك بهيئة الرئاسة. سيادة الرئيس المحترم، تفضل أستاذ أحمد. سيادة الرئيس المحترم، تفضل أستاذ أحمد. لا تقولني ما لم أقوله، احنا لسه ما بدينا اصلا بالعد. انا اقول انه نحسب العدد الموجود الان ونحسب العدد اثناء التصويت الآن بعد التصويت 177، والعدد اثناء التصويت ايضا نحتاج الى الدقه. الان نصاب الجلسه الان وانا اتكلم معكم 177. تمام، نريد وقت التصويت يعلن. شكرا. يتم التصويت على المقترح السادس الوارد، السادس كما قرات بعد إعادة التسلسلات. نعم، تصويت المقرر، من لديه اعتراض حصلت الموافقة.